اهلا بحضراتكم. النهارده كنا هنتكلم عن موضوع انا كنت نوهت عنه في اخر فيديو، لكن الحقيقه ان يعني هتكلم النهارده في موضوع تاني. بس احنا لسه مستمرين في سلسله القرارات المتسرعه، والموضوع ان شاء الله اللي هتكلم فيه النهارده خاص بنفس السلسله دي. سبب ان انا غيرت اللي هتكلم فيه النهارده، الحقيقه مشكلتين وصلوني خاصين بنفس موضوع القرارات المتسرعه اللي احنا بنتكلم فيه وقرار الانفصال المتسرع. المشكله الاولانيه اللي هتكلم عنها دلوقتي، والمشكله الثانيه هتكلم عنها اخر الفيديو لانها غالبا ممكن تصدمكم. هي ما صدمتنيش انا، لان الحقيقه احنا بنشوف نماذج كتير، والمفروض ان احنا بنتقبل الناس كلها بجميع مشاكلهم وجميع انماط شخصياتهم. طبعا بالنسبه للمشكله الاولى، هي زوجه قررت قرار متسرع ان هي تنفصل. اثناء ما هي بتقرر ده، طبعا هي ما بتبقاش متخيله ان ده قرار متسرع، صممت عليه، والزوج بناء على اصرارها ده طبعا خد الموضوع على كرامته ووافقها وساب البيت فعلا، وساب الاولاد وساب لها الشقه خالص وانفصل. فهي ندمانه وعايزه ترجع، والزوج رافض موضوع الرجوع نهائي. فانا بسالها يعني سبب الانفصال ايه؟ قالت لي ان هو نرجسي. طيب مين شخص ان هو نرجسي؟ قالت الموضوع ده معروف، والاعراض دي كل الناس تقريبا عارفاها، وعارفه النرجسيه والاضطرابات النرجسيه دي بتبقى اللي يعني الشخص النرجسي ده بيبقى الكل عارفينه. طب عارفينه منين؟ قالت لي دي حاجه ابتديت انا الحقيقه ان انا اعمل سيرش، فلقيت فعلا يعني تقريبا كل اليوتيوب كل جوجل بيتكلم عن اعراض النرجسيه، وكان المفروض ان احنا نشخص بعض. اولا اضطرابات الشخصيه النرجسيه مختلفة تماما عن الملامح والصفات للشخصية النرجسية، بمعنى ان مش كل حد عنده سمات شخصية نرجسية ده معناها ان هو عنده اضطراب. مش كل حد بيحب يهتم بمظهره مثلا زيادة، او بيكره النقد او بيكره الهجوم، يبقى ده معناها ان هو عنده اضطراب في الشخصية النرجسية، وإلا هيبقى كلنا تقريبا نرجسيين، لأن إحنا محدش بيحب فينا طبعا الانتقاد ولا حد بيحب الهجوم. فالتشخيص ده له وضع تاني خالص. لو أنا النهاردة اتكلمت معاكو عن السيكوباتية، غالبا كلكو هتلاقوا الناس اللي انتوا عايشين معاهم، سواء شركاء الحياة او حد انتوا عارفينه معرفة شخصية، هتلاقوا لازم عنده صفات دي من السيكوباتية. يعني احنا كلنا متخيلين ان السيكوباتيين دول زي الاشرار اللي احنا بنشوفهم في الافلام، بس في منهم فعلا نوع الشرير ده اللي هو العدائي، لكن السيكوباتيين دول انواع تانية مختلفة. يعني في العدائي وفي المندمج وفي اللامنتمي وفي المخادع الغشاش اللي هو يعني بيوهمك ان هو مندمج جدا معاك لحد ما ياخد المصلحة. خد المصلحة هتلاقي الوش التاني على طول اللي هو العدواني، وبرضو لو ما خدش المصلحة هتلاقي الوش التاني العدواني. بينجح دايما في التعامل مع اللي حواليه بان هو بيوهم اللي حواليه بان هو عنده مستوى اقل في الذكاء من المتوسط كمان. فانت لما او انت لما تلاقي حد بيتعامل معاكي وهو اقل منك في مستوى الذكاء، بتلاقي نفسك بتتعاملي معاه باريحيه اكتر، بتتبسطي معاه اكتر.
فمن هنا هو بيقدر ان هو يوهم اللي قدامه انه يتعامل معاه بأريحية عشان يقدر يستغله أقصى استغلال ممكن. فالنوع الشرير ده موجود، لكن في المقابل في موجود أنواع تانية أشد من النرجسي، ولو إحنا اتكلمنا عنهم بالتفصيل هتيجوا بكرة تقولوا لا إحنا عايشين مع سايكوباتين مش نرجسيين خالص. خبراء الصحة العقلية الحقيقة حسموا الموضوع ده بأنهم قالوا إن مستوى النرجسية ده مرتفع جدا في العالم كله. دليلهم على كده إيه؟ ارتفاع الصور السيلفي. يعني معنى كده إن إحنا كلنا نرجسيين. لكن دليل التشخيص والإحصاء العالمي حدد نسبة للنرجسيين بأنهم 6%. ده بناء على إيه؟ بناء على 9 معايير تحدد الشخصية النرجسية، على أساس إحنا بنتكلم الاضطراب مش الملامح ولا السمات. 9 معايير. هل ال9 معايير دول لو توفروا، يعني شعور مثلا عالي بالاستحقاق، استغلالي، بيشعر بالكره اللي بنحاوله، الحسد، الهوس في الاهتمام بالمظهر والشعور بالتقدير، لحد ما هنوصل ل9. تمام. هل ال9 دول معناها انه عنده اضطراب اقل من ال9؟ لا، هم قالوا لو توفر فيه 5 من المعايير دي يبقى اذا هو عنده اضطراب. فزي ما قلت لكم لقوا 6% عندهم اضطراب شخصية نرجسية. فقالوا طب نضغط المعايير دي شوية، بدل ما هي 5 معايير احنا نقول ايه، كفاية يتوفر في 4 معايير بس. فضلوا يضغطوا لحد ما النسبة بقت من 6% بقت 4%، لحد ما لقوا ان مفيش نسبة نرجسية الاضطراب النرجسي نهائي. يعني معنى كده ان التشخيص لازم يتم عن طريق نسب احصائية، مش بناء على عرض للاضطراب متداول وكل عارفه يبقى اذا احنا نطبق العرض ده على هذا الشخص، اذا هذا الشخص عنده اضطراب. مش بتتقاس كده ابدا. احنا اول ما اتعلمنا علم نفس عرفنا ان التشخيص ده كلمة اصلها يوناني اسمها المعرفة الدقيقة. هي مش معرفة دقيقة بالشخص، المعرفة الدقيقة بالعلم. طيب احنا ايه الهدف من التشخيص؟ عايزين نشخص ليه؟ عايزين نشخص عشان نقيم الشخص؟ لا، احنا بنشخص عشان نقوم خصائص شخصيته، وده هدف التشخيص، تقويم خصائص الشخصية. تقويم خصائص الشخصية له أسس عشان نقدر ان احنا نشخص بيها. عشان نفرق بين ملامح وسمات واضطراب، زي ما احنا اتعلمنا في علم النفس بنقدم تقرير عن الحالة في البداية خالص. عشان يتقبل مننا التقرير ده بيبقى مبني على أسس معينة. لازم التقرير ده اللي نقدمه يكون فيه معلومات وبيانات عن الحالة بالظبط. تمام. نلاحظ الحالة ونراقبها كويس ونوصف السلوك بتاع الحالة زي ما احنا شايفينه، مش زي انطباعنا واستنبطنا عنه واستنتجنا عنه. بمعنى ايه؟ شايفين سلوك ليه، نوصف السلوك بالظبط، وهنبتدي تسجل الوصف اللي احنا شايفينه.
تمام؟ يعني احنا بنجمع معلومات الاول دقيقة وبيانات، ونبتدي نلاحظ ونراقب الحالة، ونبتدي نسجل وصف عن سلوك الحالة دي زي ما احنا شايفينه، مش زي رأينا فيه. لحد هنا يتقبل مننا التقرير. لو تعدينا المرحلة دي لمرحلة ان احنا بنحلل السلوك وبنتخذ قرار بشأن الحالة، بيترفض التقرير، لأن احنا هنا دخلنا في تشخيص. ففرق بين وصف الحالة وفرق بين ان انا ادخل في تشخيص الحالة. التشخيص كان مرفوض في البدايات، بمجرد ما دخلت احلل السلوك اللي انا شايفاه وبعدين اتخذ قرار بشأن الحالة، اذا انا هنا دخلت في تشخيص، والتشخيص هنا كان مرفوض في هذه المرحلة. يبقى عشان اشخص هعمل ايه؟ لازم يكون عندي مقاييس اضطراب شخصية. يعني في مقياس للاضطراب الشخصية النرجسية، لازم المقياس ده يكون متوافر ويتطبق على الحالة، عشان كده نحكم ان ده عنده اضطراب في الشخصية النرجسية. المقياس ده هستفاد منه بإيه؟ هيعمل لي قياس قدرات عقلية، سماته الوجدانية، اتجاهاته الشعورية، المضامين اللاشعورية. يعني اللي أقصده الحاجات دي تقريبا بما معناه عنده شعور مثلا عالي بالاستحقاق، يا إما هيبقى أحيانا، يا إما هيبقى دائما، يا إما هيبقى مطلقا أبدا. شعور بالاستغلال برضو، الكره، الحسد، كل معيار من المعايير التسعة اللي احنا اتكلمنا عنها ليها نسب معينة. مقاييس اضطراب الشخصية بتحسب النسب دي، ليه الدرجة، الدرجة دي هي اللي هتحدد إذا كان هو عنده اضطراب شخصية ولا ملامح ولا سمات فقط. لو اتحدد ان عنده اضطراب ليه استراتيجيات في العلاج. لو عنده ملامح او سمات ليه مهارات في التعامل معاه، على اساس بنحدد له يعني مثلا شريكة حياته بتتعامل معاه بمهارات معينة فيها حدود للعلاقات، ولو عنده اضطراب بتتعامل معاه برضو باستراتيجيات معينة فيها أسس علاج ليه. لكن ده لازم مقاييس عشان نحدد ده. عارفين المشكلة التانية اللي قلت لكم عليها أول الفيديو دي؟ للأسف زي ما قلنا المشكلة الأولى كانت مشكلتها الانفصال بسبب تشخيص بقرار متسرع. الزوجة اللي هنتكلم عنها دلوقتي دي شخصت برضو، وبعد ما شخصت خدت قرار متسرع بالعلاج بس بأسلوب تاني خالص. هي شخصت بإيه؟ هي لما تواصلت معايا قالت لي إن أنا كنت بفكر في الانفصال لأن زوجي عنده وسواس قهري. طيب تشخص إزاي الوسواس القهري ده؟ قالت الأعراض واضحة كلها إن عنده وسواس قهري، وأنا سألت وبحثت وعرفت أعراض الوسواس القهري وعرفت إن هو عنده وسواس قهري. تمام؟ طيب أنا كنت هنفصل بسبب الوسواس القهري اللي عنده ده، حياة مستحيلة. وبعدين أنا فكرت إن هو يتعالج، رفض يروح لأي طبيب نفسي، هو مش معترف ان هو عنده مشكلة. فهي للأسف جابت له الدواء اللي على أساس هي شخصت. وطبعا سهل جدا ان زي ما الأعراض بتاعة الاضطرابات النفسية كلها متوافرة في كل حتة على السوشيال ميديا، ف
فبالتالي هي لو بحثت عن اي دواء للوسواس القهري مش هتغلب. فهي لما لقت دواء ابتدت ان هي تديله الدواء ده بدون علمه، ف يعني مره تديهوله على اساس ان هو دواء قولون على حد قولها يعني، او هي كانت بتحطهوله مثلا في اكله او شربه او اي حاجه بدون علمه. بعد شهور عديده بتقول انها عاشت، نسيت بقى موضوع الانفصال خالص، لانها عاشت معاه حياه سعيده جدا في فتره الشهور دي. وطبعا ده منطقي لان هو بياخد ادويه، دي أدوية اسمها مطمئنات بتعدل المزاج، فحتى لو هو مش محتاج لهذه الأدوية أكيد لو هو عنده شوية غضب أو سلوك انفعالي أو برضه هو مش محتاج هذه الأدوية، لكن الأدوية دي عملت له حالة سلب إرادة، زي ما المفروض أي مضطرب أو مريض نفسي بياخد هذه الأدوية، بس مش عشان يعيش عليها على طول، لا، المفروض إن هو لو احتاج ياخدها بيبقى عشان المتخصص النفسي يقدر يتفاهم معاه ويديله مثلا علاجات CBT أو أي استراتيجية أخرى، لكن مش عشان ياخده لمجرد إن اللي حواليه يقدروا يتعايشوا معاه، بس لازم يكون جنبه علاج آخر، جلسات حوار علاجي أخرى. فهي بعد شهور أما عاشت سعيدة كده معاه ابتدى ضميرها يأنبها إن هي بتديله الدواء ده بدون علمه، فابتدت تفكر إن هي تمنع الدواء، وفي نفس الوقت كانت ابتدت تشتغل على نفسها في إنها بحثت عن عمل ونزلت شغل، وابتدت جنب شغلها ده تاخد كورسات ومهارات وتتعلم مهارات في انها تقدر تتعامل مع العلاقات السامة او العلاقات المؤذية، زي طبعا زوجها، لانها كانت عاملة حسابها انها لما هتوقف الدواء ممكن يحصل له عملية انسحاب من الدواء ده، فطبعا هتبتدي هي تواجه سلوك انفعالي اشد من السلوك اللي هي رفضته في الأول، لأن هو تعرض دلوقتي لأدوية معينة الانقطاع عنها ممكن يسبب له سلوك عكسي تماما يعني. فهي كانت قلقانة الحقيقة، لأن عملها والكورسات اللي هي بتاخدها كانت بتضطر إنها تسيب الأولاد معاه، فطبعا كونه ان هو بقى سلوكه هادي بسبب الدواء فهي شعره بامان من انها تسيب الاولاد معاه، وفي نفس الوقت لو منعت عنه الدواء وهي سايبه الاولاد معاه ما تقدرش تامن سلوكه، ممكن يحصل انسحاب للدواء ده باي شكل. فهي كانت عاشت فتره في صراع، هي بتحكي بقى بعد الصراع ده كله ما انتهى انها وقفت الدواء وقالت هتتابع وتشوف ايه اللي ممكن يحصل، وهي كانت خدت اجراءات طويلة في الكورسات دي، وبعدين بتقول الحمد لله الامور مشيت طبيعية جدا، هي ما بتديلوش الدواء بقى لها فترة طويلة والحال كويس جدا، وهي بتقول لي انها الحمد لله بعد ما سمعت الفيديوهات السابقة تقول لي الحمد لله ان انا ما تسرعتش في قرار الانفصال، لان الامور دي بقت دلوقتي مش زي السابق. طبعا حضراتكم زي ما انا قلت لها لو تلاحظوا هنا الدواء مش الدواء اللي ادى الى التأثير الايجابي ده، هي اثناء ما كانت بتديله الدواء كانت عاملة زي المعالج النفسي معاه تماما، هي كانت بتاخد كورسات وكانت بتاخد مهارات، فتعلمت تتعامل ازاي معاه بعد ما اصلحت نفسها، فده كان بمثابة معالج نفسي معاه زي الدكتور بالظبط ما بيكتب الدواء وبيدي جلسات علاجية، هي كانت بتعمل ده بدون ما تشعر. فوصلت معاه لمرحلة ان هو اتعالج فعلا وبدون دواء لما اشتغلت هي على نفسها،
فلو جينا شفنا المشكلة الأولى اللي اتكلمنا عليها أول الفيديو، الزوجة اللي قررت قرار متسرع وانفصلت فعلا وندمت، والزوجة بتاعتنا بتاعت النهاردة رغم إنها أخطأت في حقه خطأ كبير لكن تداركته وأصلحت من ذاتها واشتغلت على نفسها وما لجأتش الحمد لله للقرار المتسرع ده. ففي الحالتين القرار المتسرع كان ممكن يؤدي لنفس النتيجة. فهنا التشخيص، إذا كان حضرتك بتشخصي إن زوجك عنده اضطراب نرجسي زي ما منتشر في السوشيال ميديا في كل حتة إن هو عنده اضطراب نرجسي، فحضرتك مطالبة بإنك تعالجيه، لأن زي ما اتفقنا في الأول التشخيص مش للتقييم، مش عشان أقيمه إنه مريض يبقى أنا كده وجدت المبرر إن أنا أهدم البيت، ووجدت المبرر إن لو في أولاد الأولاد دول هيبقى عندهم مشاكل تانية واضطرابات فقد نتكلم عليها ممكن بعدين. فإحنا مش بنشخص عشان نقيم الشخصية دي إنها شخصية مريضة وتستحق فعلا التخلي عنها، لا، إحنا بنقيم عشان نقوم خصائص الشخصية للأفضل، مش عشان نتخلى عنه، عشان نقومه. وإحنا لو اعتبرنا إن إحنا دلوقتي يعني حضراتكم مصرين على التشخيص لأن وصلنا دلوقتي لمرحلة مثلا من الإدراك والثقافة والوعي اللي تؤهلنا إن إحنا بمجرد ما نقرأ الأعراض نقدر إن إحنا نشخص، رغم إن إحنا اتفقنا إن ده ليه مقاييس تانية خالص للاضطرابات الشخصية، لكن لو مصرين نشخص يبقى من باب أولى إن العلم ده اللي إحنا وصلنا له نوظفه في خدمة بيوتنا، مش نوظفه بهدم البيوت. وصلنا لمرحلة معينة من العلم يبقى نوظفها للإصلاح، ما نوظفهاش للهدم. العالم النفسي برونت روبرتس قال إن الاضطرابات النرجسية بتستمر في الانخفاض عند كبار السن لحد ما بتنعدم النرجسية تماما، ما بيبقاش عندهم نرجسية. فإذا اللي احنا بنعاني منه الآن، الوقت بيمر بسرعة والسنين بتمر بسرعة. لو حضراتكم حد قال لي مثلا طب احنا ايه اللي يخلينا نقعد في معاناة السنين دي كلها لحد ما نعجز ونكبر، على اعتبار ان احنا مستنيين الامل المنشود في ان ده الاضطراب ده هيتعالج؟ لا، ما احنا مش هنستنى واحنا قاعدين حاطين ايدينا على خدنا، زي ما اتفقنا احنا بنشتغل على نفسنا بنصلح ذاتنا. وزي في فيديو سابق كنت اتكلمت فيه اعتقد كان الطلاق ووهم الانطلاق، هنا احنا بنتكلم ايه التشخيص بقى ووهم ايه التقويم. احنا هنا بنتكلم بقى على ايه، ان ما نركزش على اضطراب الاخر. وعلى فكرة اللي عنده اضطراب نرجسي فعلا فعلا بيرفض تماما العلاج لانه مش معترف ان عنده اضطراب اصلا، هو معترف ان الطرف الاخر هو اللي عنده اضطراب مش هو، والمفروض هو اللي يتعالج مش هو، وما بيعترفش ان عنده اضطراب خالص وبيرفض يروح للدكتور. يبقى عارفين ده معناه ايه؟ ده معناه ان ممكن الزوجة اللي شايفة ان زوجها عنده اضطراب نرجسي ممكن يكون هي اللي عندها اضطراب نرجسي وهي اللي بتزيح عليه هذا الاضطراب، لان زي ما قلنا اللي عنده اضطراب نرجسي ما بيعترفش بده ومش بيبقى شايفه، فيبقى هي ممكن تكون هي اللي عندها كمان اضطراب، ممكن هما الاثنين. زي ما قلنا في البداية خبراء الصحة العقلية قالوا ان تقريبا الناس كلها بيستشهدوا بده بصور السيلفي عندهم نرجسية.
طيب رجاء كلامي ده موجه للأزواج فقط، مش للخاطب أو العريس المتقدم لسه. العريس اللي لسه متقدم حضرتك مش مطالبة أبدا إنك تجازفي وتقولي طب خلاص أنا إذا كنت حتى شخصت فأنا هقدر إن أنا أقوم شخصيته وهعالجه، لأن أنت مش مطالبة بالمجازفة دي. إحنا بنقول المجازفة دي إحنا بنعملها عشان نصلح بيت فيه أولاد، لكن لسه مفيش بيت ولا فيه أولاد، يبقى إحنا مش مطالبين بالمجازفة دي نهائي. ده بالإضافة لأن لو العريس المتقدم أو الخاطب عنده اضطراب نرجسي فعلا، تأكدي ان هو بمجرد ما هيشعر ان عندك ادراك ووعي وقريتي شخصيته دي وادركتي ان هو عنده اضطراب نرجسي فعلا، فهو مش هيستمر، هو اللي مش هيستمر معاكي، وممكن ينسحب من التقدم ليكي للزواج، يعني ممكن ينسحب من الخطبة مش هيكمل، وممكن من غير ما يودعك اصلا كمان. ليه؟ لان المضطرب عنده نرجسية بيبقى تقريبا هو عنده حالة بلادة عاطفية، ما عندوش مشاعر عاطفية نهائي، بس طبعا هو مش بيظهر ده، هو بيظهر بشكل فيه خداع وتمثيل ان هو عنده عواطف ومشاعر على اساس يعني يخدع ضحيته، لكن بيعشق اللي عندها مشاعر وعواطف متغلبة عليها. بمعنى زي ما كنا اتكلمنا تقريبا في اول فيديو اللي هو الاتزان النفسي قرارات متسارعة واحد، قلنا ان في جانبين في التفكير في المخ، يا اما في العقل، يا اما التفكير المنطقي يا اما العاطفي. لو تغلب طرف عن طرف هنا بيعمل عدم التوازن. هو بيعشق اللي بتفكر بالجانب العاطفي، ما بتفكرش بالجانب العقلاني نهائي. فهو لو اكتشف ان عندك ولو نسبة بسيطة بتفكري فيها بالجانب العقلاني، فهو بينسحب فورا، لأن هو عاوز يتغذى على مشاعرك وعواطفك، ويهمه إنه يشعر إن أنتي له تأثير عليكي بشكل مبالغ فيه، تأثير عليكي حتى أكتر من أهلك، أكتر من أي حاجة. حتى المفروض ان يعني في فترة الخطبة دي بيكون المفروض ان تأثيره عليكي ما بيبقاش اعمق من تأثير الاهل، المفروض ده طبعا بعد الزواج، طبعا الاهل دول بيتم تجنبهم تماما بعد الزواج، لكن فترة الخطبة قبل الزواج المفروض ان هو بيبقى عارف ان هو ما بيجنبش اهلها، لكن لما بيحس ان هو تأثيره عليكي أقل من تأثير الأهل في الوقت حتى اللي ما يحقلوش إن هو يفكر التفكير ده فيه، فبيحس إن هو طالما تأثيره عليكي أقل إذا أنتي بتفكري تفكير عقلاني ولو بنسبة بسيطة مش تفكير عاطفي. هو ده ما يلزموش، هو يلزمه التفكير العاطفي، فممكن ينسحب بدون حتى ما يودعك ولا وطبعا انت ما تأسفيش على ذلك، لان بتبقي انت كده عرفتي ان كانت مطلوب منك مجازفة في انك تقيمي الحياة معاه بأي شكل من الأشكال بعد الزواج، لكن قبل الزواج طالما اكتشفتي ذلك فالمفروض ان انت اللي بتنسحبي قبل ما هو ينسحب كمان. في النهاية أنا بشكر حضراتكم، وإن شاء الله بإذن الله الفيديو الجاي أنا مش هقول بقى عشان إيه، ممكن يجد جديد وأضطر أغير السلسلة اللي أنا ماشية بيها، فإن شاء الله أشوفكم على خير بإذن الله الفيديو القادم، وشكرا لحسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.